علينا يعني اي حاجه الخير كتير عندنا جدا. بيقول علينا وزاره الفقراء واحنا وزاره احنا الاغنياء. يا رب جميعا. الحته هنا معاك تكلفته 87,000 جنيه. يوميا الفطار والعشاء غير سعر تذكره الطيران التي سيتم تحديدها من قبل شركات مصر للطيران خلال هذا الاسبوع ان شاء الله تكون اقل من 100. اولا طبعا بنرسل يعني نقول زملائنا في وزاره الداخليه بيقوموا بمساعدتنا وكل الشكر والتقدير لهم. لو كلمتوا عن تحية تقدير لوزارة الصحة والشباب أيضا على الجهود المبذولة من طرفها فمن جانبنا. تم التنسيق الكامل بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والشباب في توقيع الكشف الطبي عن الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية بل وعلاقة لهم الصحة والعافية وفقا للاشتراطات المعلنة. وكذلك سيتم تخصيص عيادات في مقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو بالمدينة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة. والسنة إن شاء الله الخدمة الطبية ستكون في نفس المناطق ومتابعة حالتهم، كما تم توفير حقيبة نظافة شخصية. أحيي زملائنا في جمعية الهلال الأحمر المصري إن شاء الله هيساعدونا في توفير حقيبة النظافة الشخصية لأن عايشين كده بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري. ونسأل الله العلي العظيم أن يحفظ الأمة ويكشف الغمة ويوحد كلمة المسلمين ويبارك في بلدنا الحبيب ويؤتي قيادتنا القوة والحكمة ويلهمها الصبر والصواب والعزم والنصر. هنيئا لعودة عمار الديار وطواف البيت الكريم وإقامة ذكر الله أدامه الله علينا نعمة الوفاة للأبد الدهر. نعود هذا العام لأداء المشاعر المقدسة. وفي أول هذا العام تشكلت لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ولهذه اللجنة جهاز تنفيذي وغرفة عمليات في الداخل والخارج بهدف وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج وضوابط اختيار الحجيج وتحديد الأعداد المصرح لها في الحج سنويا. طبعا الاعداد بتحدد بناء على الاعداد المسموح بها من السلطات السعوديه. لذا فمنذ صدور قرار المملكه العربيه السعوديه مع بدايه شهر رمضان المبارك بالسماح باستقبال 1,000,000 حاج هذا العام منهم 850,000 حاج من خارج المملكه العربيه السعوديه انعقدت اللجنه الوزاريه العليا للحج برئاسه السيد المهندس الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء وذلك في 10 أبريل 2022. وتقرر خلالها تخصيص عدد 3,000 حاج لوزارة التضامن الاجتماعي تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي 20,000 تأشيرة حاج سيتم تنفيذها هذا العام لحجاج مواليد نصف على